تجار المخدرات يلجؤون في العادة إلى حيل غريبة بابتكار وسائل لا تخطر على بال أحد للتحايل على الإجراءات الأمنية في المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية لتهريبها. ولكن هذه المرة أقراص المخدرات كانت مخبأة بطريقة فنية، فما الطريقة برأيكم؟ دعونا نكتشف. إدارة مكافحة المخدرات في سوريا ضبطت نحو 60,000 قرص كابتاغون كانت مخبأة ضمن ساعات خشبية كبيرة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على أحد المروجين. فلنشاهد هذا الفيديو. المخدرات هي من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر. مع العلم مشاهدينا أن حوالي ربع سكان الكرة الأرضية تقريباً يتعاطون أنواعاً من المخدرات. قصصنا مستمرة ولكن نتابعها بعد الفاصل.